سيطرت القوات المشتركة على جبل مغرم الراس المطل على جمرك سقم في مديرية مقبنة غرب تعز. وقال مصدر عسكري أن القوات المشتركة سيطرت كذلك على القرى المجاورة للجبل واغتنمت أجهزة الاتصال التابعة للميليشيات الحوثية. وعززت القوات المشتركة من سيطرتها غرب تعز بعد استكمال تحرير مديرية حيس وسلاسل جبلية استراتيجية تابعة لمديرية جبل راس ومنطقة البغيل بمديرية الجراح في محافظة الحديدة. قدرنا سيطرة تامة على جبل مغرم الراس وانتصارات نهدية إلى قائد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي من أفراد ألوية العمالقة. الله أكبر! الله أكبر! نحن الآن في سلسلة الجبلية الواقعة شمال مديرية مقبنة المطلة على جمرك سقم، وتم دحر الميليشيات الحوثية من قبل قوات العمالقة وقوات المشتركة، وتم السيطرة على أجهزة الاتصالات السلكية التابعة لهم، وفروا هاربين كالجردان.